بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن عقربين شبه بعض جدا وناس كتير بتخلط بينهم. النهاردة إن شاء الله نعرف الفرق بينهم ونعرف شوية معلومات كده على السريع. العقربين اللي معانا من نفس العيلة، عيلة اسمها أندروكتونس. أندروكتونس يعني إيه؟ أندروكتونس دي كلمة لاتينية متكونة من مقطعين. أول مقطع أندروس، المقطع الثاني كتيرين. تمام، أول عقرب معانا عقرب البايكولر. موجود في مصر، بيعيش على السواحل، موجود في اسكندرية، في مرسى مطروح، في سينا. عقرب حجمه مش كبير قوي بس خطير جدا. خطورته الرئيسية مش في سمه بس، على قد ما هو عقرب عافي جدا ومسكته صعبة، يعني مش سهل انك تمسكه زي اللورياس مثلا. لا، عقرب بيعافر وعقرب خطير جدا من وجهة نظري يعني. طيب، جبنا الجفت. برضه هنحاول على قد ما نقدر نمسكه بالراحة، ما ندوسش عليه. هو زي ما انتوا شايفين، بصوا، ما بيقعدش ساكت، مبطلش معفرة. أول صفة عندنا في العقرب ده كلباته. بصوا كلباته رفيعة ازاي، ولونه جنزاري، لونه مدي على مخدر سنة. بصوا الكلبات رفيعة ازاي، رفيعة ومسحوبة. وركزوا في تفاصيل العقرب عشان العقرب التاني شبهه بالظبط. هنحطه في حاجة بيضة طيب ونتفرج عليه. نرجعه تاني ونجيب البايكولر، نجيب الكراسيكو ده. الكلاسيكو ده برضو نفس الطباع، بس بصوا الفرق بقى هنا. لاحظته في التاني، لاحظته رسمة الديل جاية عاملة زي العقرب القزم شوية، اللي هي واخدة الجسم كله. وبصوا الفرق في الألوان، ده تحسه لونه عسلي شوية، والكلبات بتاعته تخينة. يعني رجعوا الفيديو كده وشوفوا الكلبات بتاعت التاني. زي ما قلنا الكلبات بتاعت التاني رفيعة. معانا بص الكلمات تخينة ازاي. عقرب جميل جدا وحجمه اكبر من البيطرة، فرق ملحوظ يعني. بصوا الفرق في الكلبات، بصوا ده عامل ازاي وده عامل ازاي. بصوا الفرق في اللون، ده مسود اكتر ومدي على جنزاري، وده الاسود بتاعه باهت ومدي على عسلي سن.
الاتنين طبعا نفس الغذاء، حشرات. مثلا بنأكل نجوى، بنأكل لوبيا، معلش انا قلت الكلمة بتتكون من مقطعين بس نسيت اقول ترجمته. اندروس يعني راجل، كتينيان يعني توكل او ان انت تقتل. اندروكتونس على بعضها مان كيلر.